خلونا نتعرف النهاردة على مجموعة الهيروسات. ليه بنسميها الهيروسات أو المجموعة البطل؟ اسمها المجموعة البطل بسبب حاجات كتيرة قوي. أولاً عليها خصم 40%، هتاخدوها ب 480 جنيه، ده سعر العضو، هيقدر ياخدها ب 480 جنيه. لو خدتوها ب 480 جنيه هتقدروا تاخدوا 20% نقط أكتر، يعني 138 نقطة. فده أول سبب هي ليه اسمها الهيروسات. السبب الثاني وهو السبب الجمالي إنها مجموعة كاملة فيها كل حاجة، كل حاجة إحنا محتاجينها. هنلاقي فيها المنظف، التونر، كريم العين، سيرم، كريم نهار، وكريم ليل. كل حاجة أنا محتاجاها هلاقيها في المجموعة دي. إحنا في العناية بالبشرة محتاجين دايماً أربع خطوات، والأربع خطوات دول بست منتجات. الست منتجات هما المنظف والتونر، كريم العين، السيرم، وكريم النهار، وكريم الليل. خلونا نشوف إزاي بنستخدم الحاجات دي. بس وإحنا بنستخدم الحاجات دي لازم نقول المجموعة دي مناسبة لسن الـ30 فما فوق. مجموعة حلوة جداً معمولة من خلايا جذور نباتية بتحفز إنتاج الكولاجين بنسبة 200%، بالتالي التجاعيد بتقل بنسبة 33%. أول حاجة هنستخدمها هي المنظف بتاعي. المنظف هنا رغوة، لكن رغوة ناعمة جدا. هنبل الوش. وهنعمل الرغوة على الوش. الرغوة يا اما بشطف او بالمية عشان نشيل الرغوة بالزيت. هنيجي بعد كده لخطوة التونر. التونر مهم جدا لانه قابض للمسام، بيجري الدوره الدمويه، بيشيل اي بقايا فاضله من المنظف بتاعي. التونر دايما بستخدمه على قطنه. دايما خطواتك من تحت لفوق والبره. كريم العين بستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل بعد المنظف والتونر بتاعي. كريم العين هنا ببلية، بنمشي البلية على عظمة العين وبعد كده بنطبق. علشان ادخل الكريم كويس جوه العين. الكريم ده بيقلل ظهور التجاعيد، ولو عندك تجاعيد خفيفه هتقل مع الوقت، زي ما قلنا 33% تجاعيد اقل. بعد كده باجي خطوه السيروم. السيروم بيبقى تركيبه دايما خفيفه، امتصاصها اسرع، وبتبقى فيها الماده الفعاله اقوى. بس السيروم ما ينفعش لوحده، لازم يجي بعده كريم النهار وكريم الليل، يعني انا بحطه مره الصبح ومره بالليل. بنوزع السيروم بطبطبه على البشره كلها. بحط الكريم بتاعي سواء كريم النهار او كريم الليل. انا هحط دلوقتي كريم النهار. طبعا بالنهار بنحط كريم النهار وبالليل بنستخدم كريم الليل. وانا بستخدم كريم النهار او اي كريم لازم ادفيه في ايدي قبل ما احطه علشان امتصاصه يبقى اسرع.
بالطريقة دي نبقى عملنا خطوات العناية.